السلام عليكم طلبتي طلبة المرحلة الرابعة، ألتقي اليوم وإياكم بيونت 3 الموجود في الكتاب الثاني. عندنا موضوعنا اليوم هو الناراتيف تنسز جرامر ريفرنس ستودنت بوك. الريجولار فيربس، شنو معنى الريجولار فيربس؟ هو الفعل الذي يكون غير قياسي. Complete the sentences with irregular verb in the box in either the past simple or past perfect. يعني هنا عندنا هذا الفعل فعل يريد بصيغتين، بالpast simple ويريد بصيغة الpast perfect. هسه فعل يصير فعل بالpast، والpast perfect يصير had fallen. أوكي، يعني هنا يصير فعل or had fallen. ننتقل إلى الجملة الثانية. عندنا هنا الفعل tear.